طيب في صفحة رقم 2 آخر مثال تحت، أرسم الدالة F و T يساوي T ماينس كان T في الفترة من 0 في سالب 1 لـ1. طيب أول حاجة عندنا الفترة T بيساوي من سالب 1 لـ1، لكن نحط طول الفترة مثلا 0.2 لموجب 1. ممكن ندخل الدالة F مباشرة زي ما قلنا في كم طريقة. F اللي هي شنو؟ T ماينس تان T، تي ماينس تان تي فاصلة منقوطة، وعندنا شنو؟ بلوت بي ال او تي بلوت تي و اف، لكن ده شنو مثلا؟ وعندنا خط متصل مع العلامة دي، واللون ده لنا شنو؟ مثلا بلو بي. طيب نفسه ممكن نعمل اكس ليبل وواي ليبل ونضع تايتل مباشرة، نقول تايتل تي اي تي او اي تايتل. انا بكتب بس، لكن هو مباشرة يمكن تستدعي من الدوال القديمة تيجي تعمل كوبي بس كوبي بيست، لكن أفضل تقوم شنو تكتب بيدك عشان تتعلم. التايتل نسميه مثلا F، نسميها الدالة ذاتها F بيساوي T ماينس تان T. هنا ده اسم فقط ما محتاج نعملها بين قوسين. وعندنا X label نسميها شنو؟ تنصيص أول حاجة نسميها time مثلا، قال واي ليبل إذا كانت الدالة فيها سرعة مثلا، واي ليبل اللي هي شنو؟ أنا أعطيها تمصيص اختصار لها مثلا العجلة بسرعة velocity مين نرسم. لو لاحظتوا هنا العنوان اللي هو الدالة اف تي بيساوي تي ماينس تي، هنا ده التايم، ده محور اكس، ده محور واي velocity، وهنا الخط لونه أزرق، الخط متصل بين شنو العلامات دي، حتى إحداث النقاط بوريك لها محل التقاطعات وهكذا. لو دار تحرك عندك هنا مؤشر التحريك، حركها زي ما عايز الرسم. إمكانيات كويسة جديد في الماتلاب. بعد ده يمكن تطبق تعمل أي دالة أنت عاوزها، ودي الأساسيات. طيب لو دار احفظ الورك سبيس ده، ودار احفظ ده كله الشغل اللي اشتغلته ده، دار احفظه، بعمل شنو؟ اعمل كنترول اس، سمي الفايل اي شيء، سميه مثلا ماي بلوت، والله ملصق كده. تحفظ وين؟ تحفظ في الديسك توب. هنا تعمل ديسك توب، تعمل شنو؟ سيف. بعدين تلقى شنو محفوظ في شنو؟ في الديسك توب.